تقدم معالي الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، مؤسس برنامج معا لمكافحة العنف والإدمان، بخالص التهاني للفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، إثر تسلم معالي الشيخ عبد الله جائزة ستيفي العالمية عن فئة شخصية العام، تقديرا لدوره في تأسيس وتطوير برنامج معا، معربا عن امتنانه لدعم معالي الوزير اللامحدود وإسناده الدائم وتوجيهاته السديدة التي ساهمت في الفوز بجوائز مرموقة بهذا المجال والوصول لهذا المستوى العالمي. كما أعرب معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة رئيس لجنة البرنامج والذي تسلم جائزة أخرى عن فئة الفريق الإداري المتميز عن خالص تهانيه لمعالي وزير الداخلية بمناسبة الإنجاز المشرف الذي استحقه البرنامج انعكاسا وتقديرا للأداء المهني المتميز لفريق عمل برنامج معا، مشيدا بتوجيهات معالي وزير الداخلية المستمرة للبرنامج ودعمه المتواصل الذي كان له بالغ الأثر على مخرجاته الإيجابية، معززا بذلك مفهوم الأمن المجتمعي. كما هنأ رئيس لجنة برنامج معا بدوره معالي الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة نظير فوزه بالجائزة المرموقة، مشيدا في الوقت ذاته بدور القائمين على البرنامج من مشرفين ومدربين نظير تفانيهم وإخلاصهم ومهنيتهم المتميزة، وذلك من منطلق الحرص على توعية النشء والشباب. وكان برنامج معا لمكافحة العنف والإدمان قد حصد جائزتي شخصية العام والفريق الإداري المتميز ضمن جوائز ستيفي العالمية هذا العام التي تعد الأرفع دوليا في مجال الإبداع والتميز المؤسسي والأعمال الدولية. وتم تسليم الجوائز في حفل دولي كبير أقيم في العاصمة فيينا، وشهد حضور ممثلي مؤسسات دولية وشخصيات متعددة من 73 دولة ومنظمة وشركات كبرى، إذ بلغ عدد الملفات المشاركة 4000 ملف تنافست على فئات الجائزة المختلفة. وجاءت جائزة شخصية العام التي فاز بها معالي الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة تقديرا للجهود التي بذلها والإنجازات التي تحققت خلال فترة ترأسه للبرنامج، وتوافقت مع معايير الجائزة وهي أن تكون الشخصية قد مارست العمل في هذا المجال لفترة لا تقل عن 5 سنوات وحققت تأثيرا إيجابيا وتطويرا في مؤسساتها ومجتمعها، بالإضافة إلى المساهمة في تحسين البيئة المؤسسية والمشاركة برفع مستوى الإنتاجية والإيجابية في هذه المؤسسة والمنظمة التابعة لها، في حين شملت معايير جائزة الفريق الإداري المتميز والتي تسلمها معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة تطبيق البرنامج للأنشطة وفق خطط استراتيجية معتمدة عالمياً وتتوافق مع المقاييس الدولية في مسابقة ستيفي العالمية وتنفذ بشكل متكامل واحترافي، بالإضافة إلى تطبيقها بشكل صحيح كما هو مدرج في الخطة الاستراتيجية لبرنامج معا. وتحتوي مسابقة ستيفي العالمية على العديد من الفئات والمجالات ولها دور بارز في دعم وتطوير وتحقيق الإنجازات وبلوغ أهداف التنمية المستدامة في العديد من المجالات الحيوية في المؤسسات والشركات، الأمر الذي ينعكس بدوره على معدلات النجاح في كافة الصعد وعلى المستويين المحلي والدولي من خلال التنافسية العالمية. طبعا اليوم فازت مملكة البحرين بعدد من الجوائز ولله الحمد، تأتي هذه الجوائز متتالية، واليوم شفنا وزارة الداخلية من الفائزين، ولم يأتي هذا من فراغ بل أتى من بعد تنفيذ برنامج معا، تنفيذ السياسة العامة للدولة، تنفيذ رؤى جاءت الملك حفظه الله ورعاه التي تترجمت على أرض الواقع ونراها اليوم تحصد ثمارها في محافل دولية. أنا سعيد اليوم بأن برنامج معا فاز بجائزة ستيفي، لا شك هذا الإنجاز نفتخر به في مملكة البحرين، ولا بد نقدم الشكر إلى معالي الشيخ راشد بن عبد الله وزير الداخلية على دعمه للبرنامج المتواصل، بفضل دعمه تحققت هذه الإنجازات، وأيضا فريق معا اللي يعني بذل الكثير من أجل إنجاح هذا البرنامج، والحمد لله اليوم يأتي هذا التكريم ليؤكد على نجاح البرنامج وتعميمه
بإذن الله في جميع مدارس مملكة البحرين.